طبيبة سعودية تقول: دخل علي رجل يسمى محمد في الثلاثين من عمره، ومعه أم يحضنها لأنها تريد أن تهرب منه، وترمي خمارها فيعدله، وتعض يده وتخدشها وتبصق في وجهه وهو يتبسم. دخلت في العيادة أمه ثم رمت خمارها وبدأت تضحك ضحك المجنون الذي لا عقل له، وتدور على طاولة الطبيبة. سألت الطبيبة محمداً: من هذه؟ قال: أمي. ما بالها؟ قال: ولدت بلا عقل. كيف أنجبتك؟ زوجها جدي لأبي عسى أن ترزق بولد، فتزوجها أبي فطلقها في العام الأول، وحملت بي وأنجبتني، ومنذ أن كنت في العاشرة وأنا الذي أخدمها، أطبخ لها، إذا أردت أن أنام أربط قدمي في قدمها، أخشى أن تهرب ولا أجدها. ماذا أتيت بها؟ قال: بها السكر والضغط. والأم تضحك وتقول: أعطني بطاطس، فيعطيها، تبصق في وجهه فيضحك ويمسح بصقتها، ثم قالت له: هذه أمك لا تعرفك؟ قال: لا والله ما تعرف أني ابنها، لكن الذي خلقني يعلم أنها أمي. ثم قالت: يا بني، وتناديه: أنت كذاب، ليه ما توديني لمكة؟ ترى مكة في الشاشة. قال: الخميس يا أمي، أما قلت أني سأذهب بك في الخميس؟ فقالت الطبيبة: أتذهب بها وقد زال التكليف عنها؟ تذهب بها للعمرة؟ قال: كلما أرادت مكة أذهب بها، لا أريد أن تتمنى شيئا وأنا قادر على تحقيقه ولا أعمله لها. ثم خرج مع أمه مع الباب، وأغلقت الطبيبة الباب وبكت بكاء مرا لذيذا. قالت: سمعت عن البر، لكن أن أرى شابا أمه لا تعرفه وحياته تحت قدمي أمه يخدمها حتى يقضي الله بينه وبينها صفحة بر جميلة، قادر كان أن يرميها في مصحة للأمراض العقلية، لكنه أراد رفقتها ليبقى باب الجنة مفتوحا في حياته. اللهم لا تحرمنا فضلك. Benar apa yang dikatakan oleh dokter ini. Kita sering mendengar kisah tentang birrul walidain, tapi tak sehebat apa yang dilakukan oleh orang ini. Orang ini telah mengaplikasikan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar tidak beribadah kecuali kepadanya dan berbuat baik kepada ibu dan bapak. Imma yablughanna 'indakal kibar, dan jika salah satu dari ibumu telah mencapai usia lanjut, 'indaka, di dalam pemeliharaanmu. Yang perlu digarisbawahi adalah kalimat 'indaka'. Jika orang tua berusia lanjut, 'indaka', harusnya memang di sisimu, di dalam pemeliharaanmu, di rumahmu. Karena inilah kewajiban kita sebagai anak. Apalagi orang tua yang telah lanjut usia, jangan dititipkan kepada siapapun. Aib bagi kita menitipkan orang tua kita yang sudah lanjut usia kepada seseorang, kepada kerabat, hatta kepada kerabat. Kata Allah Subhanahu wa taala, indaka, kamu wahai anak, yakni dalam pemeliharaan kita, di rumah kita, di sisi kita.